أعزائي مشاهدي ومشاهدات قناة علم الأدوية المبسط، السلام عليكم. أنا دكتور ياسين إبراهيم تيم، طبيب وحاصل على درجة الدكتوراه في علم الأدوية والعلاجات من جامعة لندن. في هذا الفيديو سوف أتحدث عن مجموعة المضادات البكتيرية تتراسايكلينز. توضح هذه الشريحة أمثلة على مجموعة المضادات البكتيرية تتراسايكلينز، والتي تشمل التالي: تتراسايكلين، دوكسيسايكلين، ومينوسايكلين. ما هي آلية عمل المضادات البكتيرية تتراسايكلينز؟ يرتبط تتراسايكلين على الريبوزوم البكتيري. ارتباط تتراسايكلين على الريبوزوم البكتيري يمنع ربط الأمينو أسيل الحمض الريبوزي النووي النقال Transfer RNA على موقع المتلقي على الحمض الريبوزي النووي الرسول Messenger RNA. هذا يمنع إضافة الأحماض الأمينية إلى سلسلة الأحماض الأمينية المتشكلة Peptide. في المحصلة، يعترض تتراسايكلين تصنيع البروتين في البكتيريا بما فيها البروتينات البنائية والوظيفية، مما يسبب وقف نمو الميكروب. طيف المضادات البكتيرية تتراسايكلينز. تتراسايكلينز عريضة الطيف برود سبيكترم. هذه المجموعة فعالة ضد العديد من البكتيريا السالبة والموجبة واللاهوائية، وكذلك الميكروبات غير النمطية مثل مايكوبلازما، كلاميديا، أندريكيتسيا. ولكن للأسف العديد من السلالات البكتيرية طورت آليات لمقاومة هذه المجموعة من المضادات الحيوية. توضح هذه الشريحة أمثلة على ميكروبات يتم استعمال تتراسايكلينز في علاجها والعدوى التي تسببها: فايبريو كوليرا والذي يسبب عدوى الكوليرا، مايكوبلازما بنيومونيا والذي يسبب عدوى الرئة غير النمطية Atypical pneumonia، كلاميديا تراخوماتس والتي تسبب العدوى المنقولة جنسيا تراخوما، وكذلك عدوى العين Keratoconjunctivitis، Propionibacterium acne والتي تسبب حب الشباب acne، بروسيلا والتي تسبب الحمى الملطية بروسيلوسيس، ريكيتسيا ريكيتسياي مثل بوريليوسيس والتي تسبب عدوى روكي ماونتن سبوتيد فيفر، بوريليا بيرغدورفري وتسبب لايم ديزيز مرض لايم، بلازموديوم ملاريا وتسبب الملاريا، هيليكوباكتر بايلوري وتسبب القرحة الهضمية. ما هي دواعي استعمال تتراسايكلينز؟ دواعي استعمال تتراسايكلينز Clinical Indications تشمل التالي: عدوى الرئة غير النمطية Atypical Pneumonia الناتجة عن بكتيريا Mycoplasma Pneumonia. تستخدم تتراسايكلينز في هذه الحالة كخيار ثاني، حيث أن الخيار الأفضل هو ماكرولايد مثل كلاريثروميسين. عدوى الرئة غير النمطية الناتجة عن بكتيريا كلاميديا. العدوى المنقولة جنسياً Sexually Transmitted Disease الناتجة عن بكتيريا كلاميديا. القرحة الهضمية Peptic Ulcer Disease الناتجة عن عدوى Helicobacter Pylori. الكوليرا الناتجة عن عدوى Vibrio Cholera. دواعي أخرى لاستعمال تتراسايكلينز تشمل التالي: الملاريا الناتجة عن عدوى بلازموديوم فالسيباروم، حب الشباب أكني الناتج عن عدوى كيوتي بكتيريوم أكنيز، مرض الزهري سيفلس الناتج عن عدوى تريبونيما بلايدم، نوبات الانسداد الرئوي المزمن Exacerbations of COPD، مرض الليبتوسبيروسيس. تستخدم تتراسايكلينز كبديل عن البنسلين
في حالة الحساسية للبنسلين، ولكن في هذه الحالة تعتبر التتراسايكلينز خيارا ثانيا بعد ماكرولايدز مثل الإريثروميسين، وهي الخيار الأول. دواعي أخرى لاستعمال تتراسايكلينز تشمل التالي: العدوى الناتجة عن الإصابة بميكروبات ريكيتسيا، بوريليا and spirochetes، مثل حمى الجبال الصخرية Rocky Mountain Spotted Fever، ومرض لايم Lyme Disease، والحمى الملطية Brucellosis، وعدوى التلريات تولاريميا، ومرض الطاعون Plaque. الحركية الدوائية لتتراسايكلينز: يتم امتصاص تتراسايكلينز بشكل كاف بعد تناولها عن طريق الفم. يجب أن يتم تناول تتراسايكلينز على معدة فارغة. يتم التخلص من نواتج تحطم تتراسايكلينز بشكل رئيسي في العصارة الصفراوية وفي البول. بعض الأيونات تتعارض مع امتصاص تتراسايكلينز مثل الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، والألمنيوم، وبعضها موجود في أدوية مضادة للحموضة (antacids) وفي منتجات الألبان، لذلك يجب تحذير المرضى من عدم تناول هذه المواد أو الأيونات أو الأدوية مع تتراسايكلين. بعد الحقن يتوزع تتراسايكلين على نطاق واسع على الأنسجة وسوائل الجسم باستثناء السائل الشوكي (CSF). تصل تتراسايكلينز إلى المشيمة وحليب الأم وتؤثر على نمو العظام والأسنان في الجنين والرضع والأطفال إذا كان عمرهم أقل من 8 سنوات. آلية مقاومة المضادات الحيوية تتراسايكلينز: آلية مقاومة تتراسايكلينز تشمل التالي: أولاً، ضعف في تدفق الدواء إلى الميكروب أو زيادة في إخراج المضاد الحيوي من الميكروب بواسطة مضخة، وهي أهم آلية للمقاومة. ثانياً، حماية الريبوزوم من خلال إنتاج بروتينات تحيط بالريبوزوم وتحميه وتمنع ارتباط تتراسايكلين عليه. ثالثاً، إنتاج إنزيمات تقوم بتحطيم تتراسايكلين. الأعراض الجانبية للمضادات البكتيرية تتراسايكلينز: الأعراض الجانبية لتتراسايكلينز Adverse Effects تشمل التالي: تهيج الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء والإسهال، وهي الأكثر شيوعاً. نادراً ما تسبب تتراسايكلينز المأخوذة عن طريق الفم تقرح المريء، لذلك يجب أن يطلب من المرضى تناولها مع الكثير من الماء والبقاء منتصبين لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد الجرعة. تسبب أيضاً التتراسايكلينز موت البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي (normal flora)، مما يؤدي إلى فرط في نمو الميكروبات الانتهازية (opportunistic) مثل كانديدا وبكتيريا كلوستريديوم ديفيسيل، والتي تسبب نزيف خطير في الكولون. عندما يتم إعطاء تتراسايكلينز أثناء الحمل والرضاعة وللأطفال أقل من عمر 8 سنوات، يمكن أن تترسب في الأسنان، مما يؤدي إلى تصبغها بشكل دائم (teeth staining) ويسبب خللاً في بناء مينا الأسنان. يمكن أيضاً ترسبها في العظام، حيث تسبب تشوه العظام وتسبب تطبيض النمو. بسبب هذه الآثار، يمنع وصف تتراسايكلينز نهائياً في حالة الحمل والرضاعة والأطفال أقل من عمر 8 سنوات. أعراض جانبية أخرى لتتراسايكلينز تشمل التالي: سمية الكبد (Hepatotoxicity)، وخاصة أثناء الحمل في المرضى الذين يعانون أصلاً من أمراض الكبد وعندما يتم إعطاء جرعات عالية بالوريد. سمية الكلى (Nephrotoxicity)
وخاصة عند وصفة التراسايكلينز مع مدرات البول دايوريتكس. التحسس من الشمس فوتوسنسيتيفيتي. تتراسايكلينز تحفز حساسية الجسم لأشعة الشمس، وخاصة في الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة. السمية العصبية نيوروتوكسيسيتي، مثل الدوخة والدوار وطنين الأذن تينيتس، وخاصة نتيجة استخدام مينوسايكلين ودوكسيسايكلين. الحقن في الوريد يمكن أن يؤدي إلى تجلط الدم في الوريد، أما الحقن في العضل فقد يسبب تهيجا مؤلما ويجب تجنبه. يجب إعطاء تعليمات للمرضى الذين يتناولون تتراسايكلينز، تشمل التالي: تجنب التعرض لأشعة الشمس، تجنب مشتقات الحليب، يجب تحذير المرضى من سمية الكلى وسمية الكبد.